هيبقى معنا زميلنا محمد حلمي من داخل الأراضي المقدسة، تحديدا من جبل عرفات، للاطمئنان على أوضاع الحجيج هناك خاصة بعد الاضطرابات الجوية. أهلا بك محمد، وكل عام وأنت بخير. كريمة، كل عام وأنت بخير، والسادة مشاهدي قناة النيل الأخبار. بالفعل أحدثك من مشعر عرفات من أمام مسجد نمرة. أؤكد لك كريمة، هناك أجواء روحانية ومشاعر متباينة من الحجاج المصريين لقضاء هذا الركن الأعظم وهو الحج. اليوم ببدأ بالفعل اليوم بدأ اليوم التاسع وهو الوقوف بعرفة. معظم المصريين كريمة منذ فجر يوم التروية بدأ تصعيدهم، بعض معظم لكن معظمهم تم تصعيدهم على مشعر عرفات مباشرة، وذلك لكي يتأكدوا من وصولهم إلى مشعر عرفات، لأن هناك أكثر من 3 مليون سوف يتم تصعيدهم إلى مشعر منى بشكل مباشر. وبالتالي هناك الركن الأعظم هو مشعر عرفات، وبالتالي بيتم تصعيد معظم المصريين مباشرة إلى مشعر عرفات، وتم وصولهم بالفعل. أؤكد لك أن المصريين بخير، لم يتم رصد أي حالة وبائية من الحجاج بصفة عامة والحجاج المصريين بصفة خاصة. أؤكد لك مرة أخرى أن جميع الحجاج ومنهم كذلك المحتجزين بالمستشفيات وعددهم 35، سيتم تصعيد منهم 33. بالفعل تم تصعيد اليوم 3 من هؤلاء المرضى الحجاج، وفي الصباح الباكر سوف يتم تصعيد 30 الآخرين. وللأسف هناك حالتين لن يتم تصعيدهم نظرا لحالتهم الصحية التي تمنعهم، باعتبارهم أنهم على العناية المركزة، إحداهما غيبوبة بجلطة بالمخ والآخر عملية قلب مفتوح. لكن أؤكد لك أن هناك تنسيق تام، السلطات السعودية بتضع كل إمكانياتها وكل تقنياتها، حشود كبيرة لهذا الحدث الجلل. في الأول مرة بيتم مع التنسيق مع البعثة الطبية المصرية وجود أطباء في مستشفيات المشاعر، الـ8 مستشفيات سواء الأربعة الموجودة في مشعر منى أو الأربعة الموجودة في مشعر عرفات، بيتواجدوا على مدار الساعة طوال أيام المشاعر لرصد أي حالة يتم احتجازها خلال هذه الفترة، أو لا قدر الله وجود حالة وفاة يتم رصدها على الفور. هناك كذلك فرق بتجوب المخيمات لعمل برامج توعوية وتثقيفية للوقاية من نزلات البرد، وكذلك ضربات الشمس وكيفية التعامل مع هذه الضربات. كريمة، بعد عصر اليوم بالفعل حدث عاصفة جوية ترابية وتبعها سيول لمدة 2 ساعة، ولكن الحمد لله الأمور استقرت. أؤكد لك كريمة، لم يتم أي خسائر سواء في الأرواح أو أي حالة فزع بين الحجاج المصريين. بالعكس، الحجاج بصفة عامة والحجاج المصريين استغلوا هذا الحدث وبدأوا في الدعاء باعتبار أن هذا يعتبر فأل حسن في يوم عرفات. أؤكد لك مرة أخرى أن الحمد لله هناك أجواء روحانية ومشاعر فياضة بين الحجاج لقضاء هذا اليوم الجلل. شكرا جزيلا لزميلنا محمد حلمي.